بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد حمادة, Assistant Professor of Food Hygiene, Department of Food Hygiene and Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Sadat City, Egypt. أهلا بكم مرة ثانية في المحاضرة الرابعة من سلسلة محاضرات الميت هاجين. محاضرة اليوم إن شاء الله هي بعنوان البري سلوتر كير, اللي هي رعاية الحيوان قبل الذبح, واللي هي الهاندلينج أنيمالز فروم فارم تو أباتور. All animals movements from farm to market or direct to the slaughterhouse is stressful. أي حركة للحيوان من المزرعة للمجزر أو من السوق للمجزر كلها بتبقى فيها شيء من الضغط على الحيوان, فيها شيء من الضغط على إيه؟ على الحيوان, وبالتالي can result in a variety of issues, تعمل لي مشاكل. المشاكل دي mainly بتبقى في نقطة الأنيمال والفير والميت كواليتي. الانيمال والفير ان ممكن الحيوان يتصاب باي اصابه بروزس حتى يصل الى مرحله الدس, او ممكن يحصل مشكله في الميت كواليتي نفسها زي حالات البي اس اي والدي اف دي, زي ما هنعرف الكلام ده بالتفصيل. بالنسبه للانيمال والفير لابد ان احنا نحققه عشان يتحقق الجود ميتنج. ايه الجود ميتنج كواليتي؟ طب ازاي نحقق الانيمال والفير اصلا؟ رفاهية الحيوان دي إذا نحققها, بنحققها بالآتي: واحد, avoid the abuse and exploitation of animals by humans, لا نسيء معاملة الحيوان ولا نستغله. Maintain appropriate accommodation, feeding and general care for the animals. Prevent and treat diseases. No harassment, no discomfort, no pain for the animal. وبالتالي ينتج عن ذلك ان الميت تطلع لي بشكل كويس ويبقى جود ميتنج, جود ميت كواليتي. هذه الاشياء نعملها فين؟ بنعملها في الفارم, بنعملها في الترانسبورتيشن اثناء الترانسبورتيشن بتاع الحيوان, بنعملها في الماركت في الاسواق بتاع الحيوانات, وكمان لابد ان هي تتعمل فين؟ في اللارج اللي هي الكارانتينا بتاعه الحيوانات قبل ما تخش على صاله الايه, قبل ما تخش على صاله الذبح. طيب البريسلوتر كير مراحل زي ما احنا لسه شايفين. المرحلة الأولى في الفارم بدون كير كويسة وبدون معمل بريسلوتر كير جيدة في المزرعة ممكن يظهر لي حالات زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي كده. ممكن يظهر لي حالات زي الانجكشن سايت ليجنز, ممكن يظهر لي حالات زي البروزنج, ممكن يظهر لي متبقيات أدوية أو خلافه, ريزيديوز عموما بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للميت. إذن البريسلوتر كير at the farm هي pre-conditioning of livestock destined for slaughter begins at the farm. العملية كلها بتبدأ من إيه؟ بتبدأ من المزرعة. لو الطلعة الأولى مظبوطة إن شاء الله كل حاجة تبقى كده بعد كده إيه؟ بعد كده مظبوطة. ده pre-conditioning ده في المزرعة بيتم من خلال إيه؟ من خلال good hygienic practices. الgood hygienic practices at the farm level بتؤدي بينا إلى safe and suitable meat for human consumption. تمام؟ تمام؟ طيب الجود هايجينيك براكتسز في المزرعه تشمل الانيمال, تشمل الانفورميشن الخاصه بكل ما يخص الانيمال, انفورميشن ريكوردز, الفيدنج ستافس الخاصه بالحيوان, الانفايرومنتال فاكتورز اللي بيعيش فيها الحيوان, اضافه الى استخدام الهاسب برينسيبلز بالنسبه للايه, بالنسبه للمزرعه وخطوات الايه البرايمري برودكشن المختلفه. طيب بالنسبه للانيمال جود هايجينيك براكتسز, بالنسبه للانيمال جود هايجينيك براكتسز بتبقى عباره عن ايه؟ الانيمال برودكشن بروسيس في الاول خالص should be managed in a way that minimize the possibility of introducing hazard. كل رعايه للحيوان وكل ما يخص الحيوان لابد ان هو ايه بقدر الامكان يبقى احتماليه دخول الهازارد غير موجوده. في نفس الوقت contribute to meat that is suitable for human consumption, يساهم في إنتاج الميت اللي هي بتبقى suitable for human consumption. النقطة الثانية في good hygienic practices للأنيمال في المزرعة هي الكنترول والمونيتورينج of zoonotic diseases,
in animal population and the environment. خلي بالنا قوي من الموضوع زونوتيك ايه ديزيز، لان دي بتصيب الانسان وبتنتقل من حيوان الى انسان. طيب النقطه اللي بعد كده هو الانيمال ايدنتيفيكيشن، ودي فيري فيري امبورتنت. انيمال ايدنتيفيكيشن براكتسز شود الاو تريس باك تو ذا بليس اوف اوريجين تو الاو ريجولاتوري انفستيجيشن. لما بتحصل عندي مشكله في اي مرحله سواء في المجزر او في اللارج او غيره، لو الحيوان معرف تعريف جيد وعنده تريس باك جيد، اقدر اوصل لمصدر المشكله فين واقدر احلها واعالجها من مصدرها. اعالجها من ايه؟ من مصدرها. فدي موضوع الايه الجود هيجينيك براكتسز الخاصه بالانيمال ذاته. طيب النقطه الثانيه هي الانفورميشن جود هيجينيك براكتسز، ان لابد ان يكون لكل حيوان عندي فارم ريكورد بوك. لازم يكون عنده ايه فارم ريكورد بوك، كل ما يخص الحيوان موجود عندي ومكتوب ومعروف. فانا كوليكت كوليت اند ميك افيلابل انفورميشن on information عن ايه on hazards and conditions in animal population that may affect the meat safety and suitability. اي حاجه واي مخاطر واي ظروف قد تؤدي الى اصابه الميت بشيء ما في السيوتابيليتي بتاعتها وفي السيفتي بتاعتها، لابد يكون مسجل عندي في information records. الجود هيجينيك براكتس الخاصه بالفيد ستافس ايضا مهمه جدا. الانيمالز عموما في الموجوده في المزرعه should not be fed feeding stuffs that المفروض ما ياكلش الفود اللي هو ايه اول حاجه اللي هو كان introduce zoonotic agents to the slaughter population. اي فود يدخل لي zoonotic agent للpopulation بتاع السلوترنج ما ينفعش، ايه لازم يتاخد بالنا منه، ناخد بالنا ايه منه. النقطة اللي بعد كده ان يكون الفود يحتوي على كيميكال، المفروض الحيوان ما ياكلش هذا الفود. فود يحتوي على كيميكال سواء دراجز او بيستسايدز او ملوثات كونتامينتس بانواعها المختلفة، تؤدي هذا يؤدي هذا الى ايه الى انسيف ليفل اوف ريزيديوز ان ميت، وبالتالي دي يعمل لي مشكلة. اذا هنا ناخد بالنا من هذه النقاط الخاصة بالايه الخاصة بالفيدنج ايه بالفيدنج ستافز. طيب الجود هيجينيك براكتسز الخاصه بالانفايرمنت، الانفايرمنت لها ظروف مختلفه، الميه الهواء البيئه اللي عايش فيها الحيوان النظافه وحاجات كتير قوي خاصه بالانفايرمنت بيعيش فيها الحيوان. اذا لابد من هذه الانفايرمنت والظروف اللي عايش فيها الحيوان من مزرعه وهواء في المزرعه وميه في المزرعه وغيره، ان يكون لها ايه مونيتورنج بروجرامز، برامج تتابع هذه الامور وتتابع عناصر الايه عناصر البيئه المختلفه. زي ايه هذه البرامج؟ تعمل كلاسيفيكيشن للهازردز اللي هي arise from animals hazards arise from plants that affect the production of safe and suitable ايه meat. ايضا كلاسيفاي الانفايرومنتال كونتامينتس، كلاسيفاي الانفايرومنتال ايه كونتامينتس that may result in levels in meat that make the product unsafe for consumption. ايضا مهم جدا ان هذه البرامج انشور ذات الووتر اند اذر بوتنشال كاريرز زي الفيرتلايزر مثلا على سبيل المثال ار نوت سيجنيفيكانت فيكلز فور ترانسميشن اوف هازرز. لابد نتاكد ان هذه البوتنشال كاريرز والميه لا تحمل هازرز بالنسبه للايه بالنسبه للانيمال. ايضا من ضمن البيئه ومن ضمن ظروف البيئه اللي عايش فيها الحيوان الهاوسنج الفيدنج بلاتفورمز and the other areas where zoonotic agents and the other hazards may accumulate. الاماكن اللي ممكن يتجمع فيها اي hazard او اي zoonotic agent ده هي لازم نعمل فيها ايه وناخد بالنا منها في ايه، لازم تبقى effectively cleaned ايضا maintained in a good sanitary conditions. a good sanitary conditions ايضا مهم جدا في المزرعه، الحاجه اللي تموت والويستس اللي موجوده في المزرعه، التعامل والsystems of processing and or disposal of dead animals and waste. هذه الامور وهذه السيستمز اللي بتتعامل مع الديد ومع الويستس نوت كونستيتيوت، المفروض ان هي شود نوت كونستيتيوت ا سورس اوف فود بورن هازارد تو هيومن اور انيمال، المفروض ان هي لا تمثل هي مشكله بالنسبه للحيوان وبالنسبه لانتاج اللحم منه. موضوع مهم جدا اخر موجود خاص بالانفايرمنت برضه اللي عايش فيها الكيميكالز اللي بيتعامل معاها الحيوان في المزرعه. الكيميكالز دي كتيره واشكال كتير، الفيولز السولفنتس الانسكتسايدز الهربسايدز الفانجسايدز الفيرتلايزرز الفيترينري كيميكالز اند فيترينري دراجز. المفروض ان كل هذه الكيميكالز يوزد تريتد اند ستورد اكوردنج تو ذا انستراكشنز نوت كونتامينيت ذا انفايرمنت اور فيدنج ايه اور فيدنج ستافز.
النقطة دي خلصت بتاعت الفارم خلصت. طيب نخش على النقطة التانية في البري سلوتر كير ورعاية الحمل قبل الذبح اللي هي أثناء الترانسبورتيشن. أثناء الترانسبورتيشن وده بيتطلب مني إيه؟ بيتطلب مني تحقيق الويل بينج فاكتورز أثناء الترانسبورتيشن. الويل بينج فاكتورز أثناء الترانسبورتيشن دي تخص الفيهكل، تخص الرود، تخص الأنيمالز. في الفيهكل لابد ناخد بالنا من الديزاين بتاعها، من المينتيننس بتاعها، ايضا بناخد بالنا من الستوكينج دينستي بتاعه الايه بتاعه الفيكل، بتاخد قد ايه العربيه دي من حيوانات، الفنتيليشن الهواء والتهويه، الدرايفنج ستاندردز القياده، الراجل اللي بيسوق ده بيسوق المفروض يبقى عارف هو سايق وشايل معاه حيوانات والاسترس ده خطر عليهم، وهو لازم عارف الكلام ده كله. غير الفيكل في عندنا الرود. الرود مهم فيه جدا الكواليتي بتاع الرود، كل ما يكون الرود جيد وما فيش فيه مطبات ومش بامبي والكلام ده هيبقى مريح جدا للحيوانات ومريح للانسان. الترافيك دينستي، الترافيك دينستي كثافه الكثافه المروريه الموجوده في الطريق، ان يكون ما يكونش الطريق زحمه لدرجه الحيوانات ترهق اثناء الايه اثناء السفر. الانيمالز بقى نفسها، الانيمال لازم السايز بتاع الانيمال يتاخد في الاعتبار، الكونديشن بتاع الانيمال يتاخد في الاعتبار، وجود هورنز عند الحيوان ولا عدمه يتاخد في الاعتبار. ايضا لابد ان يبقى في معامله ادميه هيومن مانجمنت لمين، للحالات الخاصه من الحيوانات، زي الحيوانات اللي هي انيبل تو ووك، الحيوانات اللي هي انجرد، الحيوانات اللي هي اكسوستد، كل دول لابد ان يكون لهم رعايه خاصه. رعايه ايه؟ رعايه خاصه. وده مثال اهو لعدم الرعايه الجيده للاسناء في الحيوان اثناء نقله، كاتل ليج مثلا، بروترودنج ثرو، بروكن تراك فلور. فانا عندي العربيه مكسوره وفيها كسر الرجل بتاعت حن خارجه وشغلانه، ده بيمثل مشاكل كتير جدا بالنسبه للايه بالنسبه للحيوان. اول نقطه في الترانسبورتيشن اللي هي موضوع ترانسبورتيشن فاسيليتي. يعني ايه فاسيليتي؟ يعني ايه ترانسبورتيشن فاسيليتي؟ هي اني رود، بريدج، تانل، اوفر باس، فيري، ايربورت، ماس ترانزيت فاسيليتي، فيهيكل، باركينج فاسيليتي، بورت فاسيليتي، كل الكلام ده بيستخدم فور ترانسبورتيشن. اذا كل ما يخدم على عمليه الترانسبورتيشن من طرق وكباري واشارات مروريه وغير وغير ومطارات ومواني والكلام ده كله، لابد ان هي تكون مهيئه ان هي تساعد الحيوان فعلا للوصول بشكل جيد الى الايه الى مكان الذبح او الى السلوتر هاوس، الى السلوتر ايه هاوس. فالترانسبورت فاسيليتيز عموما للاباتوار المفروض ان هي انشور رقم واحد. Minimized soiling and cross contamination with fecal material. لازم ان كل هذه الترانسبورتيشن يبقى فيها minimized soiling and cross contamination. النقطه الثانيه No new hazards. ما يبقاش فيه مخاطر جديده على الحيوان. Animal identification لابد ان يكون موجوده ايضا في اثناء الفاسيليتي، لابد ان يتوفر في كل هذه الفاسيليتيز ما يخدم على موضوع الايدنتيفيكيشن، واللي هو maintain the place of origin، ان يفضل الحيوان معروف ده جاي منين ومن انهي مكان ومن انهي صاله، والحاجات دي الحاجات دي كلها لازم تكون موجوده ريليتد للفاسيلتيز بتاعه الترانسبورتيشن. افويدنج الانديو ستريس، الستريس اللي بدون داعي اللي على الحيوان لابد ان احنا افويدنج من خلال هذه الايه الترانسبورتيشن فاسيليتي. النقطه اللي بعد كده اللي هي الترانسبورت فيهيكل بقى نفسها، العربيه نفسها او التراك نفسها اللي هتنقل الحيوان، لابد ان هي اول حاجه فيها يكون فيها مينيمال ريسك، يكون فيها ايه مينيمال ريسك اوف ايه اوف انجري، مينيمال ريسك اوف ايه اوف انجري اوف انيمالز ديورينج لودينج انلودينج اند ترانسبورتيشن، يبقى مينيمال ريسك اوف ايه اوف انجري. النقطه اللي بعد كده فيزيكال سيباريشن، لازم يبقى في فصل فيزيكال سيباريشن بين اثناء الترانسبورتيشن تو بريفنت الانجري، تو بريفنت الفولينج، تو بريفنت الاوفر كراودينج اور سو لوسلي انيمالز. ايضا يعني لا الحيوان يبقى اوفر كراودد ولا يبقى لوحده في العربيه، يبقى في توازن، في ايه في توازن. الموضوع ده بيلزم له ايه فيزيكال سيباريشن بتوين انيمالز، ليميت سويلينج اند كروس كونتامينيشن وذ فيكال ماتيريال، بحاول اقلل بقدر الامكان السويلينج والكروس كونتامينيشن بالفيكال ماتيريال من خلال استخدام الفلور جريتنجز، من خلال الكريتس الاقفاص او سيميلر ديفايسز، اي شيء يساعد في هذا الايه في هذا الامر ممكن استخدامه. الانيمالز زي ما في حاله الصوره اللي ظهرت دي، انيمال بروتكشن اجينست كروس كونتامينيشن ان كيس اوف ا فيكل اوف مور ذان وان ديك،
يعني العربية اللي فيها أكثر من دور وراكب فيها حيوانات في أكثر من دور، لابد يراعى الكونتامينيشن اللي ممكن يحدث من الدور ده على الدور ده على الدور ده، يراعى إن ما يحصلش هذا باستخدام وسائل مختلفة. أيضا أديكوت فنتيليشن مهم جدا أثناء عملية التهوية، لأن بدون التهوية ممكن الحيوان يتخنق ويموت. أيضا رام، ماشي رامب أهو، شايفين الرامب أهو، الرامب أهو، الرامب ده الماء الرصيف اللي مايل ده، رامب فور ايه؟ رامب فور لودنج اند انلودنج، لان الحيوان هينط يعني؟ لا مش هينط، لازم يكون في رامب زي كده عشان ينزل عليه الايه؟ ينزل عليه الحيوان ويطلع عليه. تمام؟ كلين اند ديس انفكتد افتر اتش يوز، الفيكل نفسها لازم تتنظف، لازم ايه؟ لازم تتنظف وتتعقم بعد كل ايه؟ بعد كل عمليه ايه؟ عمليه نقل للحيوانات. نو سليب فلور، ما يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه سليبنج في الفلور بتاع الايه؟ بتاع الفيكل، الفيكل ما يبقاش فيها ايه؟ ما يبقاش فيها سليبنج. الحيوانات ممكن تروح للمجزر لا اما اون هوف او اون ذا هوف، لا اما بالريل تراكس، لا اما باللارج ايه؟ باللارج تراكس او رود ايه؟ لارج رود تراكس. طيب بالنسبه للمسافه، الكاتل يعني الماكسيمم الماكسيمم ترافل ديستانس تكون 30 كيلو، يعني حوالي 30 كيلومتر، 30 كيلومتر. الشيب وجوت حوالي 24 كيلومتر. بالنسبه للترافل ديوريشن نوت مور ذان 24 تو 36 اورز بالنسبه للكاتل والشيب والايه والجوت، لا تزيد عن 24 ل 36 ايه ساعه. ايضا البري ترافل ريست لابد ان يكون اتليست 12 اورز، اتليست بري ترافل ريست 12 ايه اورز، وفي اثناء الاورز دي يعني يكون الووتر والفيد متاحين افيلابل، افيلابل لغايه 12 ساعه ولغايه 12 اورز بيفور ايه؟ بيفور لودنج. اف ترافل ديستنس اكسيدز 24 ل 36 ساعه، اذا 12 ساعه دي كويسه جدا بالنسبه له، يبقى 12 ساعه ريست لو المسافه معديه ل 24 ل 36 ايه؟ ل 36 ساعه. ايضا مهم جدا الفلور سبيس للديفرنت انيمالز في خلال الفيهكل نفسه، يعني الحيوانات اللي واقفه في الفيهكل ده كل حيوان له مساحه مسؤول عنها او بيقف فيها. فالماتيور كاتل بتبقى حوالي من متر الواحد الى من فروم 1 تو 1.4 سكوير ايه سكوير متر. السمول كافز بتبقى حوالي 0.3، البيجز البوركر اللي هي الصغيره في الحجم بتبقى 0.3، الباكونرز بتبقى 0.4، الساو والبور بيبقى 0.8 سكوير متر. الشيب والجود بتبقى 0.4 سكوير ايه سكوير متر، دي المسافه. وبالتالي من خلال الارقام دي انا بقدر اقول العربيه دي مساحتها توتال كذا، الحيوان بياخد مساحه قد كذا، يبقى العربيه دي هتاخد عدد حيوانات قد كذا. تمام، بنحسبها كده يعني. طيب الكلام اللي احنا قلناه ده بالنسبه للحيوانات العاديه النورمال، لكن في عندي سبيشال ترانسبورتد انيمال جروبس، يعني حالات خاصه. حالات ايه خاصه؟ لابد لها ايه؟ معامله خاصه ورعايه خاصه. زي ايه؟ اول حاجه عندنا كلاسز ترانسبورتد ان سيبر جروبس، يعني ما ينفعش انقل هورند مع هورنلس، لا هورند لوحدها وهورنلس لوحدها. ايضا ما ينفعش انقل ديفرنت سبيشيز، لازم كل سبيشيز ايه؟ لوحده، ده لوحده ده لوحده ده لوحده. تمام؟ ايضا الادلت بولز تسافر لوحدها، الادلت لان بتبقى شرسه فبتسافر لوحدها، الادلت بولز ايه؟ لوحدها. الجريت ديفرنت سايز، ما ينفعش احط احجام مختلفه في نفس الفيكل، يعني حجم كبير وحجم صغير، لا ما ينفعش، ده الكبير هيدهس الصغير. اذا انا عندي الجريت ديفرنت سايز ده مش مطلوب اثناء عمليه الايه نوت نيدد ديورنج ايه ديورنج ترانسبورتيشن. الويك اند سترونج كاتلز، الويك كاتلز تتنقل لوحدها والسترونج ايه الون. تمام، يبقى الويك والسترونج ما ينفعش يتنقلوا كل واحد مع بعض. ايضا في مجموعه ثانيه اسمها السبيشال كيسز، حالات خاصه not ordinarily slaughtered، not ordinarily slaughtered يعني عادة ما بتسبحش، زي حالات ايه؟ البريجننت كاو مثلا اكتر من 8 شهور should not be transported، المفروض ما تتنقلش اكتر من 8 شهور لانها هتبقى معرضة لتعرض كبير جدا لحدوث الميتابوليك ديزيز ريسك. الكاو recently given birth لسه والدة should not be transported until at least 4 days after calving، يبقى بقرة ولدت المفروض اسيبها 4 أيام على الأقل عشان تنقل للإيه؟ تنقل للمجزر. اللاكتيتنج كاوز should be milked at least أو at interval not exceed 24 hours، يعني المفروض إن يحصل لاكتيشن من 12 ل 24 ساعة، يعني اللاكتيشن للكاوز should be milked at intervals not exceed
24 ساعة، لكن هي ممكن تبدأ من عند 12 ساعة، يعني من 12 ل 24 إيه؟ 24 ساعة. الكافز أيضا الصغيرة لابد أن الكير is required to ensure with standing transport. مجموعة أخرى اللي هي بنقول عليها الإيه؟ they unfit for routine transportation، يعني ما ينفعش تروح بالروتين ترانسبورتيشن العادي، ولكن عايزة رعاية خاصة وسبيشال ارينجمنت. زي مين؟ أول حاجة الداونرز. إيه الداونرز دي؟ هي الألرت كاو الأنيبل تو إيه؟ unable to rise to standing position ولكنها eat but eat and drink. دي اللي هي الداونرز. الانيمالز with severe pain experience when moving زي البروكن extremities or a broken pelvis. ايضا الانيمالز with large deep wounds. الانيمالز with severe hemorrhage. animals with severe system disorders. animals only able to stand after being forced. very weak fatigued, emaciated. دي كلها حالات. animals lame بتعرج to such a degree لدرجة ان هي ذات they can put little or no weight on one of their legs. مش قادرة تحط اي وزن على رجلها خالص، بتعرج. ماشي. animals with a uterine prolapse. animals تعاني من cardiovascular and respiratory disorders زي البيج with red skin areas, forced inhalation, respiratory distress, gasping of air. كل دي حالات. animals with severe inflammation زي المستيتس والنمونيا. animals lack coordination زي الانيمالز اللي هي that have difficulties keeping their balance. animal مش قادر يحفظ التوازن بتاعه، فده مشكلة بالنسبة له، عنده مشكلة في coordination. animals that have been given sedative drugs أو حيوان واخد مهدئات وأدوية مهدئة فمش قادر يتوازن، مش قادر إيه يوزن نفسه يعني. أيضا من الأمور المهمة جدا هي animals have an obvious disturbed reaction to their environment، يعني درجة تفاعلها مع البيئة المحيطة بها عالية جدا، زي extreme agitation، زي disorders of nervous system، زي حالات intoxication. animals with a substantial rectal prolapse، حيوان في rectal prolapse ده برضو بيعامل معاملة خاصة أثناء عملية النقل. animals have just been dehorned، حيوان dehorned أو إن عنده هورن مكسور torn off horn، يعني إما عنده هورن مكسور أو dehorned، في الحالتين فعنده إصابة كبيرة جدا في دماغه محتاج إنه يراعى أثناء عملية النقل، إضافة إلى blind animals الحيوانات اللي هي عندها عمى أو مش قادرة تشوف. طبعا السفر عموما هو إيه؟ is a piece of torment. بيس اوف تورمنت اي السفر قطعه من العذاب، وده بالنسبه للانسان وبالنسبه للايه للحيوان. اذا السفر نفسه والترانسبورتيشن والتنقل ونقل الحيوانات بيسبب مشاكل بالنسبه للحيوان نفسه. اذا ايه هي الايفكتس اوف ترانسبورت اون ذا انيمال ويل بينج؟ اول حاجه انه ممكن يسبب للحيوان ستريس، زي يحصل حالات بي اس اي، حالات دي اف دي زي ما هنعرف كمان شويه. ايضا ممكن يحصل بروزنج اند انجريز. البروزنج اللي بيعتبر the most significant production waste in the meat industry، أكتر حاجة بتهدر لحوم في أثناء عمل الذبح هي البروزس أو البروزنج عموما. الانجريز زي البروكن ليج والهورنز. الترانزيت فيفر، في ترانزيت فيفر ممكن تحدث في الكاو في الكولد ويزر، نحدث حمى أثناء نقل الكاو. ترانزيت تيتاني، يحصل تيتاني للبريجننت ايه للبريجننت كاو كميتابوليك ديزيز. الترانزيت اريثيما، ترانزيت اريثيما ايضا من الحاجات اللي هي ممكن تسبب لي مشكله. الترانزيت اريثيما في البيج. طبعا في عندي برضو الهارت فيلير، وده موستلي ان بيج وين اوفر فيد بيريود تو لودنج اند ترانسبورتيشن، كل كتير قوي قبل عمليه النقل والترانسبورتيشن. ايضا الهيت ستروك، احتباس حراري او ضربة حرارية بالنسبة للايه بالنسبة للبيج. البيج are susceptible to high environment temperature and humidity. البيج طبعا من اكتر الحيوانات الحساسة للظروف البيئية حواليه. السن بيرد برضو البيج، exposure to sun affects pigs seriously. الديهايدريشن، الحيوان ما كانش شارب كويس وعنده مية موجودة قدامه على طول، ممكن يحصل له dehydration. animal subject to long distance travel without proper watering بيحصل weight loss وممكن يموت كمان، may die. exhaustion، many reasons exhaustion ممكن تحدث including heavily pregnant animals or weaklings، الحيوانات الضعيفة.
ايضا الفايتنج، الفايتنج بين حيوانات وبعضها، وين ا فيكل لودد ويز بيجز مثلا، اور امانجست هورند اند بولد ايه اند بولد كاتل، يعني الحيوان اللي له قرون والحيوان اللي مش قرون يتخانقوا مع بعض. اللوس اوف ويت، فقد الوزن، وده مهم جدا. ايضا الديث اوف انيمال، ممكن حيوان يموت من تاثير الترانسبورتيشن، ممكن هذا ايه يحدث. طيب البري سلوتر كير وصل الحيوان بعد عمليه الترانسبورتيشن دي، وصل لفين؟ وصل للارج. طيب اللارج ده هل في كير اخر؟ اه ده في كير مهم جدا، كير مهم جدا جدا اللي بيحدث في الكارانتينا او اللي بيحدث في اللارج، ويتمثل في اربع اشياء اساسيه، هما الريستنج الحيوان الاول، ووترنج فيدنج اند فاستنج، وبعد كده التصويم في الاخر. اول حاجه الريستنج، وده الاو انيمالز تو ريجين زير كومبوجر سيلف كنترول بري سلوتر، ده مهم جدا الريستنج، ده حيوان يستعيد هدوءه ويستعيد توازنه قبل الدخول على صاله الايه، على صاله الذبح. وزود ادكويت ريستنج، ايه اللي بيحصل؟ ان ميت كواليتي ريديوسد. ليه يا عم الحاج؟ قال لك لان بيحدث انكومبليت ديفلوبمنت اوف اسيديتي، ما بيبقاش فيه اسيديتي كافيه، وبالتالي ما فيش ميت كواليتي ايه كافيه، وفي نفس الوقت يحصل انفيجن اوف ايه، اوف ميكروبز فروم ايه، فروم انتستين. الريستنج ده اخبار وايه في موضوع البيريود، البيريود بتاعته بتاع الريستنج بتعتمد على السبيشيز، بتعتمد على الايج، بتعتمد على السكس، بتعتمد على البريد، وغالبا غالبا او يوجوالي عاده بيبقى حوالي من 12 from 12 to 24 hours 24 ايه 24 hours. الووترنج، ان انت تحط ميه قدام الحيوان ده مهم جدا في اللارج، مهم لايه بقى؟ ريديوس الميكروب لود ان ذا انتستين، اضافه ان هو فاسيليتيتنج ذا سكيننج، فاسيليتيتنج الايه سكين، بيساعد في عمليه ايه ازاله السكين بعد كده في اثناء الذبح، اضافه ان هو ايه الالكتريكال ستاننج، الالكتريكال ستاننج از مور افيشنت، الالكتريكال ستاننج بالذبح غير الاسلامي، هذا الالكتريكال ستاننج بيبقى مور افيشنت في حاله لما يكون كل ما الحيوان شارب ميه ايه كويسه. الفيدنج، الفيدنج اهميتها في ايه؟ ان هي طبعا الحيوان فقد جلايكوجين كتير خلال الطريق، الفيدنج بيعمل ايه؟ بيعوض، يحصل ديبوزيشن اوف ماسل جلايكوجين، ديفلوبمنت اوف اسيديتي النقطه الثانيه، وبالتالي ما دام في ديفلوبمنت اوف اسيديتي يبقى في امبروفنج للكواليتي وفي كيبنج للكواليتي اوف ايه اوف ميت، جود ابييرنس للميت، جود تيست للميت، في نفس الوقت تندرنس اوف ايه اوف ميت، كل ده بيفيد في مين؟ الفيدنج. ثم الفاستنج، وده فيري فيري امبورتنت، موضوع التصويم قبل الذبح بساعات ده مهم جدا، فوزدرول اوف فيد فيو اورز بيفور سلوتر بات نوت ووتر، الميه تفضل موجوده لكن الفيد لا. البيج بياخد ريست يعني بياخد فاستنج بيريود حوالي 12 ل 24 يعني 12 تو 24 اورز بيفور سلوترينج، الرومينانت 24 تو 48 اورز بيفور سلوترينج، البولتري بيبقى فروم 6 تو 12 اورز بيفور ايه بيفور سلوترينج. ده بالنسبه للالفاست. ايه اهميه الفاستنج؟ اهميه الفاستنج رقم واحد جود بليدنج كاركس، بيحقق لي جود بليدنج ايه كاركس. النقطه الثانيه برايت كالرد كاركس مينيمايز الميجريشن اوف ميكروبس فروم انتستين، وبالتالي يؤدي لايه؟ الى لونج شيلف لايف، ايز اوف كليننج اند ايز اوف ايفاسيريتنج اوف ذا اوف ذا سلوترد ايه اوف ذا سلوترد انيمال اوف ذا سلوترد انيمال. اللارج نفسه بقى ذاته، اللارج نفسه ده بيعتبر ايه؟ بيعتبر بيزك هولدنج اريا فور انيمالز اويتنج سلوتر، تمام؟ ممكن يكون كفرد، ممكن يكون انكفرد، ممكن يكون بيربوس بيلت يعني مبني فعلا على انه لارج، او انه يكون اوبن فيلد مكان مفتوح واستخدمناه كلارج. ايضا الفاسيلتيز الموجوده جواه لازم تبقى موجوده تساعد في عمليه الانتي مورتم انسبكشن، يبقى في فاسيلتيز للانتي مورتم انسبكشن، فاسيلتيز للايدنتيفيكيشن، فاسيلتيز للريستنج اوف ذا اوف ذا انيمال. لازم يبقى في برامج اوبتيمم بروجرامز فور فيدنج اند ووترنج بيريور تو سلوتر تيكينج انتو اكاونت ذا سفرنج اوف انيمالز ديورنج ترافلنج اند ماركتنج تايم. ايضا كل الاستراكشرز والاكويبمنتس موجوده في اللارج should be well maintained to avoid injury to the animal. ايضا الهولدنج فاسيليتي should be designed to facilitate ease of handling. كل الفلورز should be made from materials which may provide an unslip, hygienic, easy cleaned surface. الموفمنت تو هولدنج بينز او الموفمنت عموما في داخل اللارج animals should be handled calmly, quietly, firmly,
with care to avoid unnecessary excitement or suffering. لابد أن يكون في sufficient large capacity. Sufficient large capacity. ليه؟ عشان ما تعمل ليش مشاكل with animals waiting on lures and vehicles. ما يبقاش الحال منتظر برا تفضيله مكان عشان يدخل ومحجوز في العربية ويموت والكلام ده كله. لازم يكون عندي capacity كافية. كباستي كافية. عندي أيضا يكون مهم جدا الكباستي لوجود overstocking of available facilities. يعني أنا برضو يكون عندي مساحات كافية لتخزين الفاسيلتيز اللي أنا بستخدمها في داخل الايه في داخل اللارج. مهم جدا برضو الاكسترا سبيس. عندي سبيس بتاع اللارج ماشي، لكن عندي مكان في حالة وجود بريك داون سيتويشن، يبقى في عندي مساحة إضافية أقدر ألجأ ليها عشان احل مشكله البريك داون سيتويشن اللي حصلت. should be taken into account. ايضا isolation bin، ممكن يجي لي حيوان شرس، ممكن يجي لي حيوان مريض sick animal او ill animal. اللارج في الحاله دي لازم يكون مزود بالسيوتابل ايه سيوتابل بينز. الاكويبمنت والبروسيديوز فور ذا ايزوليشن اند تريتمنت اوف سيك انيمال انجريد انيمال ات ريسك انيمالز وذاوت كوزنج ايه وذاوت كوزنج فيرذر ديستريس اون ذا ايه اون ذا انيمال اون ذا ايه اون ذا برضو في داخل اللارج no mixing of different species، كل species لوحده. unfamiliar animals no mixing بين ال unfamiliar animals no mixing بين ال adult وال young ماشي no mixing بين ال horned وال hornless. lactating cows milked if held longer than 12 hour، لو قعدت اكتر من 12 ساعة لابد ان نعمل لها ايه نعمل لها lactation. ايضا من الاشياء المهمة جدا هي ال time spent in the lodge. ممكن الحيوان يقعد في اللارج ساعة، ممكن يقعد overnight، ممكن يقعد لغاية 48 hours، ممكن يقعد لغاية إيه 48 hours. المفروض إن هو المدة اللي بيقعدها الحيوان في اللارج not exceed should not exceed 72 hours. 72 hours. The time spent in the lodge may contribute to recovery from the transport and market stress. الوقت اللي بيقعده من الآخر لازم يكون إيه يساعد في تعويضه عن المشقة اللي شافها أثناء عملية الإيه أثناء عملية الترانسبورتيشن والسفر. طبعا نتيجة النقل نتيجة عملية الترانسبورتيشن ده بيحدث conditions وproblems نتيجة الإيه نتيجة البور بري سلوتر كير. يعني أثناء عملية النقل وأثناء عملية الرعاية في المزرعة وأثناء عملية الرعاية في اللارج ممكن نتيجة هذا البور بري سلوتر كير يحدث مشاكل يحدث conditions. هذه المشاكل على رأسها البريوزنج والإيه والإنجري. البريوزنج والإنجري إيه هو البريوزنج؟ هو الاسكيب اوف بلاد فروم damaged بلاد فيزلز انتو ذا سراوندنج مسل تيشو. تمام؟ وممكن يبقى بسيط خالص وممكن يوصل إلى سيفير بريوزنج كاتل كاركاس زي ما احنا شايفين كده زي ما احنا شايفين برضو الهيد بتاعت الحيوان في حالة السيفير بريوزنج عاملة ازاي. السبب بتاع البريوزنج ايه؟ ممكن يبقى فيزيكال بلو خبطة جامدة فيزيكال بلو باي ستيك بستون انيمال هورن ميتال بروجيكشن انيمال فول حيوان يقع اند كان هابن اني تايم سواء كان اثناء الهاندلنج ترانسبورتيشن البيننج اور ستاننج. البروزنج كان فاري ان سايز فروم مايلد حوالي يعني 10 سنتيمتر دايمتر and superficial to large and severe ممكن يبقى large و severe involving the whole limbs carcass portions or even whole carcass or even whole, whole carcass. البروزنج is a common cause of meat wastage. من أهم الأسباب اللي بتفقدنا اللحمة ونفقد من خلالها اللحمة هو البروزنج. ليه؟ أولا لأنه not suitable as a food يعني not suitable. ده بلين not suitable as a food لأنه أولا it is not acceptable to the consumer. تخيل أنت لحمة زي اللي قدامك دي هتقبلها إزاي؟ مش هتقبلها. It cannot be used for processing or manufacture. ما أقدرش أستخدم لحمة فيها دم ومدممة ومنتشر فيها الدم فاستخدمها في لأنها هتبوظ أصلا بسرعة for processing أو للmanufacture. It decomposes and spoils rapidly. اللحمة اللي بالنوع ده decomposes and spoils rapidly. As the bloody meat is an ideal medium for growth of contaminating bacteria. It must be for the above reasons لكل الأسباب اللي احنا قلناها دي must be ايه بقى هذه اللحوم اللي فيها البروزنج condemned at the meat inspection. البروزنج
can be significantly reduced by following the recommended correct techniques of handling the transport and the slaughter. كل ما كانت الهاندلنج كويس، ترانسبورتيشن كويس، السلوترنج الهاندلنج فيه كويس، كل ما كان البروزنج ده مش هيحصل. طيب النقطة الثانية في اللي هي الانجيريز، انجيريز such as torn and hemorrhagic muscles, broken bones caused during handling, transport and binning considerably reduce the carcass value because the injured parts or in extreme cases the whole carcass cannot be used for food and are condemned. ده بالنسبة للانجيريز. لو هذه الانجيريز حصل فيها secondary bacterial infection ممكن تؤدي إلى أن هذا الوند يعني ممكن ايه يحصل secondary bacterial infection occur in those wounds وبالتالي this causes abscess formation وبالتالي ممكن ينتقل من الابسس فورميشن الى سيبتيسيميا والسيبتيسيميا ده تعتبر ايه حاله عامه ممكن تؤدي ان هي يحصل كونتامينيشن للانيمال كله يعني the entire carcass may have to be condemned ودي اشكال مختلفه للانجريس اللي ممكن تحدث سواء في الليج او في النيك او في جسم الحيوان أو أثناء عملية الترانسبورتيش كل دي إنجز ممكن إيه ممكن تحدث. طيب النقطة الثانية المهمة جدا اللي بتسبب مشكلة بالنسبة للميت كواليتي هي الاسترس عموما. فالاسترس لها علاقة مهمة جدا جدا مع الميت كواليتي. الاسترس ده ممكن يحدث في كل مرحلة من مراحل الايه ممكن يحدث الاسترس نتيجة في الفارم كونديشن ممكن يحدث نتيجة الميكسينج والترانسبورتيشن نتيجة الفاكسينيشن نتيجة الوزر تشينجز ممكن يحدث أيضا نتيجة الدايتري تشينجز ممكن يحدث نتيجة الاميون سيستم هايبر اكتيفيتي كل دول ممكن يحدث يسببوا ايه يسببوا ستريس. طب ايه المشكلة؟ المشكلة ان الحيوان الحي الطبيعي عنده له طاقة هذه الطاقة مهمة جدا للمسل اكتيفيتي بتاعته واللايف انيمال ده بيحصل على الطاقة دي منين؟ من الجلايكوجين اللي موجود فين؟ اللي موجود في المسلز تمام في الحيوان السليم الصحيح اللي لا يتعرض الى الاسترس هذا الجلايكوجين المهم جدا لحياه الحيوان الحي ماشي هذا الجلايكوجين كونتنت اوف ذا ماسل از هاي بيبقى عالي بيبقى ايه بيبقى عالي والعكس بالعكس ان الحيوان كل ما يجهد وكل ما يتعرض للستريس هذا الجلايكوجين بيبقى قليل. طب وايه برضو المشكله ان احنا زي ما احنا شفنا كده ان كل ما الجلايكوجين يقل تمام معناها ان في هاي ستريس معناها ان في بور ايتينج كواليتي والعكس ان كل ما الاسترس يبقى قليل كل ما الجلايكوجين يبقى كتير وبالتالي يبقى في جود ايتينج كواليتي. هنعرف الكلام ده نعرفه دلوقتي. بعد الذبح الجلايكوجين ده in the muscle is converted into lactic acid and the muscle and the carcass become firm بيحصل ايه عمليه الريجور مورتس. طيب ايه تاني؟ طيب اللاكتيك اسيد ايه مشكلته او احنا عايزينه في ايه بيعمل لنا ايه؟ This lactic acid is necessary to produce meat مهم جدا عشان تتحول المصل الى ميت موجود اللاكتيك اسيد واللي بيخلي الميت تيستفول بيخليها تندر بيخليها اوف جود كيبنج كواليتي بيخليها اوف جود كلر كل ده من اللاكتيك اسيد. وبالتالي نيجي بقى لنقطتنا لو الحيوان بقى ستريسد if the animal is stressed before and during slaughter هذا الجلايكوجين القصه اللي احنا قلناها دي كلها used up يخلص وبالتالي لاكتيك اسيد مفيش وبالتالي كون ان انا احصل على ميت كويسه مفيش يبقى ايه يبقى اذا ايه ذا ديفلوب ان ذا ان ذا ميت افتر سلوتر از ريديوسد كل ده بيقل وبالتالي انت عندي ايه يطلع عندي ميت اوف باد كواليتي. طيب this have serious adverse effects on the meat quality بتسبب لي مشاكل طبعا في الايه. طيب هذه الادفيرس افكتس على الميت كواليتي زي ايه؟ زي حالات البي اس اي زي حالات الدي اف دي والحاله اللي في الوسط دي نورمال. طيب هنا في سؤال مهم جدا هنجاوبه تقريبا في في في, في بعد شويه وهيجاوب لوحده وهتفهمه لوحده. از ميت فروم ستريس ذا انيمال ان هيلثي؟ هنشوف. اول حاله من حالات الاسترس واللي بتاثر على الميت كواليتي هي حاله البيل سوفت اكزيداتيف ميت اللي هي حاله البي اس اي. يعني ايه بي اس اي؟ بيل يعني بيل كلر سوفت يعني سوفت تكستشر اكزيداتيف يعني لا تحتفظ بالميه ماشي لا تحتفظ بالميه بتصر ميه وبتنز ميه على طول فبيسموها اكزيداتيف ماشي يعني فيها لو ووتر بايندنج كاباسيتي والشكل الميت بتاعه البيل اهي بتبقى بيل بهذا الشكل واكزيداتيف وفي نفس الوقت سوفت لو احنا حسناها في الواقع يعني.
مقارنة بالنورمال وبالدي اف دي لا مختلفة تماما، مختلفة ايه تماما. هذه الحالة سببها ايه؟ سببها هي مشكلة او نقدر نقول عليها بي اتش اند تمبريتشر فينومينا. يعني ايه؟ البي اتش بتقل جدا فجأة بعد الذبح ولسه درجة حرارة الايه الكاركس عالية، يعني accelerated rate of glycolysis يديني lower pH حوالي 5.4-5.6 immediately after slaughter at high carcass temperature. طب يعني ايه برضو الكلام ده لما بيحصل بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى greater protein denaturation than a normal muscle. يعني ايه برضو هذا الكلام لما بيحدث؟ بيحدث elevation للwater loss. ليه؟ لأن حصل بروتين ديناتوريشن أدى إلى البريك داون أوف ستراكشرال بروتين، فقدت مية كتير، بتفقد مية كتير جدا، بتفقد مية كتير إيه؟ كتير جدا. وطبعا هي إيه المصل من غير المية؟ ودي مشكلة، مشكلة كبيرة. 70% من المصل بتبقى إيه؟ بتبقى مية. يعني بكل بساطة يحصل شورت تيرم ستريسور في أثناء زي مثلا البور هاندلنج، يحصل ستريس سيجنال تبعت اشاره الادرينال جلاند، الادرينالين والكورتيزول يخرج تمام كستريس ريسبونس، يقول للجلايكوجين اتحرك اطلع اديني طاقه انا هموت. فالجلايكوجين ايه؟ الجلايكوجين ان مسل اند ليفر يوزد اب از انرجي سورس، وبالتالي بان عندي هنا انرجي وانكريزد تمبريتشر ولاكتيك اسيد تمام. الحيوان يتذبح على طول تلاقي فيه عندك ايه؟ لو بي اتش، لو بي اتش ماشي، ولسه درجة الحرارة بتاعة الحيوان ايه؟ عادي، لسه عالية، لسه درجة الحرارة ايه؟ عالية، ما موتيتش ولا حاجة، يعني ما نزلتش تدريجي. حالة البي اس اي في البيج از كوزد باي سيفير شورت تيرم ستريس جاست بيريور تو سلوتر، جاست بيريور ايه؟ بيريور تو سلوتر. طبعا دي ايه؟ دي هي حالة الايه؟ حالة البي اس اي، ودي النورمال ايه؟ النورمال ميت. الانيمال في الحالة دي سبجكتد تو سيفير انكستي ماشي، فرايت كوزد باي مان هاندلنج، فايتنج ان ذا بينز ديورنج اوف لودنج، الباد ستاننج تكنيكس، كل دي اسباب من اسباب حدوث الايه؟ حدوث هذه الحاله. ذس تايب اوف ميت از ديفيكلت تو يوز، صعب ان انا استخدمه، اور كانوت بي يوزد از اور كان اور كانوت بي يوزد ات اول باي بوتشرز اور ميت بروسيسورز اند از ويستد ان اكستريم كيسز. الاوينج بيجز، ان انا اسمح للبيج ان هي تاخد ريست for one hour barrier to slaughter and quiet handling will considerably reduce the risk of BC. كل ما رايح الحيوان ساعة على الأقل قبل الذبح وخصوصا البيجز، ده مهم جدا جدا ان ما تحدثش مثل هذه الحالات. ودي صور مختلفة لنفس الحالة، ادي حالة الايه؟ حالة البي اس اي، ودي حالة، ودي النورمال، وده الدي اف دي برضو نفس الكلام اهي، نفس الكلام. الحالة التانية عندي هي حالة الدي اف دي. ايه هي الدي اف دي؟ اسمها ايه؟ دارك فيرم دراي، يعني لها دارك كولر ماتش فيرم تكستشر ذا نورمال ودراي. دراي يعني ايه؟ يعني محتفظه بالميه، لا تفقد الميه، عكس الحاله الاولى. يعني ايه لا تفقد الميه؟ يعني هاي ووتر هولدنج كاباسيتي، وبالتالي تديها الفير، تديها الدراينس بتاعها. لما نيجي نقارن شكل الدي اف دي هي بالنورمال وبالنورمال والبي اس اي، هتشوف شوف الشكل مختلف تماما، مختلف. دي دي اف دي ودي نورمال ودي حاله البي اس اي. This condition occur when animal suffer chronic stress، يعني ستريس على فتره طويله. During the period of handling, transport and pre-slaughter and use most of their carbohydrate energy reserves before they are slaughtered. قبل ما يوصل للذبح يكون خلص الجلايكوجين الموجود جواه. طب ودي مش هتبقى مشكله كبيره. No enough lactic acid، طبعا شيء طبيعي، no enough lactic acid can be produced to reach an ultimate pH اللي هي عند 24 ساعة أو 24 hour lower than 6 after slaughter. يعني هتبص تلاقي ان ال pH ما تقدرش تنزل بعد 24 ساعة الى اقل من 6، لا تبقى فوق ال 6، ال pH فوق ال 6، ودي مشكلة كبيرة. المفروض ان احنا بعد 24 ساعة نوصل بقى لدرجة الايه؟ اقل من 6 مش فوق ال 6. فوق الستة يبقى عندي البي اتش عالي، ودي مشكله كبيره جدا لان مفيش لاكتيك اسيد. ده الحاله دي بتحدث في الكاتل والشيب، وممكن تحدث في البيج اند تركي. زي ما قلنا لونج تيرم ستريس، لونج تيرم ستريس زي اوفر نايت لارج مثلا، اوفر نايت لارج برولونجد ستريس سيجنال، ادرينال جلاند، ادرينالين وكورتيزول، جلايكوجين از ايه؟ از يوزد ديبليتد، بيخلص.
يبقى لو جلايكوجين ات سلوتر كرييت ليس لاكتيك اسيد وبالتالي هاي بي اتش اند دي اف دي. هذه الحاله حاله الدي اف دي اللي هم الصورتين اللي تحت دول it is an inferior quality meat less pronounced taste dark color shorter shelf life. ليه شورتر شيلف لايف؟ لان البي اتش معديه الستة 6 و4 6 ل 6 و8 يعني 6.4 تو 6.8 ودي مشكله كبيره جدا. ده بدايه الفساد في الايه في اللحوم. دي اف دي مينز دي اف دي ميت مينز ذات ذا انيمال ووز ستريسد انجرد ديزيزد بيفور بينج سلوتر. الحاله الثالثه اللي هي حاله البوركاين ستريس سيندروم او بيسموها المالجنانت ايريثيم هايبرثيرميا مالجنانت هايبرثيرميا او البي اس اس. دي عباره عن ايه؟ عباره عن انهيريتد جينيتك ديس اوردر كوزد باي اريسيسيف جين. انهيريتد يعني موروث، هو ديس اوردر موروث ماشي نتيجه وجود ريسيسيف جين، جين متنحي بيسموه الايه؟ بيسموه الهالوثان جين. الهالوثان جين ده ماله؟ الهالوثان جين ده يعني هو جين موجود في البيج، موجود في البيج وبيتوارث ويتم توارثه من عبر الاجيال تمام. وده سموه هالوسين جين ليه؟ لان الحيوانات اللي بتحمل هذا الجين بيبقى فيه ادفيرس افكت للهالوسين اناسيتيك. اما نيجي نستخدم الهالوسين فور اناسيزيا يحصل ايه؟ يحصل ادفيرس افكتس من الايه، من البيجز اللي بتحمل هذا الايه، هذا الجين. العلامات بتاعته بيبقى فيه بايركسيا درجة حرارة عالية، هيت ستريس، سويتنج، بانتنج، تاكيكارديا، اريزميا، ماسل ريجيديتي اند ديس، ممكن يحدث ايه؟ ديس. البي اس اس ده مشكلته ان هو ماي ابير از، ممكن يظهر لك على طول حالات سادن ديس في البيجز اوفن غالبا افتر ترانسبورت، وغالبا بتبقى بعد الايه؟ بعد الترانسبورت. اوفن افتر ايه؟ اوفن افتر ترانسبورت. البي ام ليجون بتاعت حالات البي اس اس دي بتبقى زيها زي البيل سوفت اكزيليتيف مين ديو تو رابيد فول في البي اتش تمام، ديجريديشن في المصل ايه، في المصل بروتين اندر هالوسين اناسيزيا. ولو حصل ان هذه الحيوانات اللي بتحمل هذا الجين تعرضت لهالوسين اناسيزيا البيج في الحاله دي بتبقى سادنلي بيكم ريجيد اند بايركسيك. الهالوسين تشالنج ووز ذا هيستوريكال ميثود اوف دايجنوز. دايما الاستخدام الهالوسين اناسيزيا بتعتبر طريقه لكشف الحيوانات اللي هي ايه عندها المشكله دي وعندها الجين ده. طبعا عشان من الافضل انا امنع البي اس اس بدل ما يحصل، يعني امنعه قبل ما يحصل تمام. فبريفنتنج البي اس اس از فار ايزير ذان تريتنج ات، سهل جدا انا امنعه عن ان انا اعالجه. از ليه؟ لان السادن ديس از وان اوف ذا موست كومن سيمتومز اوف ذا ديزيز. طيب امنعه ازاي؟ بمنعه بالاتي: بقلل الاستريس ات سلوتر اند ترانسبورت، تيست اند سيلكت البريدنج ستوك، تيست اند سيلكت البريدنج ستوك. يعني لما اجي بختار الحيوانات اللي هعمل بها بريدنج بختارها كويس ما يبقاش فيها الايه، هذا الجين. ايضا كونسيدريشن لموضوع البريدنج اللي هو الارتفيشال انسيمينيشن يوزنج البي اس اس فري جينز اون هيلثي فيميلز. يعني لما اجي اعمل الارتفيشال انسيمينيشن بالنسبه للبيك اختار الحيوانات اللي مفيش فيها هذا الايه، مفيش فيها هذا الايه، هذا الجين. كل دي حاجات بقدر امنع. طب لو حصل اعالجه. طب اعالجه بايه؟ اول حاجه ريموف الاستريسورز، تاني حاجه دونت موف، ما حركش الحيوان، ادي له كولد سبراي يقلل له التمبريتشر اللي موجوده فيه. طب ايه تاني؟ سيديت اند ميديكيت، ممكن ادي بعض الادويه وبعض الحاجات المهدئه. مين يعني اديها لنا؟ الفيترينيريا فيرست كونسلتنج. طيب ممكن استخدم حاجه زي الهيدرو كورتيزون او البايكربونات عشان ايه؟ تو ريليف ذا لاكتيك اسيدوزس ان ماسل. ايه تاني؟ ممكن استخدم حاجه اسمها الايه، الدانترولين، دانترولين صوديوم. ليه؟ تو ريفيرس ذا هالوسين سيمتومز، عشان يعكس لي اعراض الهالوسين الموجوده. ايضا حاله من ضمن الحالات ولكن تعتبر حاله خاصه من البي اس اس هي حاله الباك ماسل نيكروزس او البي ام ان. دي بتعتبر uncommon special manifestation of BSS، هي حالة خاصة من حالات الايه، البركان ستريس سندروم. طب ايه اللي فيها دي؟ ايه مشكلتها؟ عبارة عن degenerative changes take place in the back muscles along each side of the spine. في منطقة اللمبر حوالين الفيرتيبرال كولوم حوالين السباين بيحدث ديجنريتيف تشينجز في المصل في هذا الايه، في هذه المنطقة. طب ايه اللي يحصل؟ يوجوالي سين دايما بنشوفها في اليانج جروينج فيميل، اليانج جروينج ايه؟ فيميل.
اوكيجنالي في الادلت، ممكن تحدث في الادلت لكن هي دايما تحدث في الايه، في اليانج ايه، اليانج جرونج ايه فيميل. السيمتومز بتاعتها بتبقى دايما حدوث السيمتومز بيبقى سادن، سادن ان اونست افتر اكسرسايز، سادن ان اونست افتر ايه، افتر اكسرسايز. بيبقى في سيفير بين في اللامبر ريجون او في اللامبر ماسلز ويز اوبفيوس سويلنج. بيبقى في انكوردينيشن، انكوردينيشن اوف ذا انيمال، طبعا لما يكون منطقه اللامبر مصابه وفيها الم وفيها الكلام ده بيبقى في انكوردينيشن. ان كوردينيشن التمبريتشر بتبقى يوجوالي نورمال. هنا درجه الحماية انها حاله خاصه من البي اس اس، لكن ما فيش فيها بايريكسيا، الحاله درجه الحراره ايه نورمال. الماسل نفسها بقى زي ما احنا شايفين كده بيبقى فيها ايه، بيبقى فيها ديس او نيكروزس، بيبقى فيها ديس او ايه او نيكروزس اوف ماسل فايبرز. وفي انترا ماسكولار ايه، انترا ماسكولار هيموريدج، انترا ماسكولار هيموريدج. نتيجه اصابه منطقه اللامبر بيبقى الحيوان يقدر بيتلاقي بياخد الدوج سيتنج بوزيشن، بيبقى فيه كيرفد باك ماشي، اند اوفن دروبس اون اتس هايند ليمز، وبيسموه البنانا ايه، ساعات يسموه البنانا ديزيز. بيبقى فيه ديسكالريشن للسكن في منطقه اللامبر، فيها ديسكالريشن في السكن في منطقه الايه، في منطقه اللامبر اوفر ذا افكتد ايه، اوفر ذا افكتد اريا. البيج كان ستاند، ممكن يقف الحيوان ويز ديفيكالتي، ممكن يقف بصعوبه بات، ولكن ذير از نو فراكشرز، مفيش اي فراكشرز موجوده فيه، ولكنه واقف بصعوبه، واقف ايه بصعوبه. اللامبر ماسلز ار سوولن اند بينفول on pressure. Sudden lameness associated with movement. Sudden lameness associated with ايه؟ associated with movement. يعني في عرج ولكن بيقدر يمشي، ماشي؟ وفي acute ايه بين ألم شديد وهو ماشي. الحالة اللي بعد كده اللي خاصة بالحالات الستريس اللي هي بتأثر على الميت كواليتي أو الميت على الميت كواليتي، هي حالات السبويلج اوف ايه؟ السبويلج اوف ميت. والسبويلج اوف ميت ممكن يبقى سببه مايكروبيال، ممكن يبقى اوكسيديشن، ممكن يبقى انزيماتيك اوتوليسيس. مايكروبيال بكتيريا، سواء كانت ايروبيك بكتيريا او انيروبيك بكتيريا. اكسيديشن من الـ من, الـ من الاجواء المحيطه بالايه؟ الاجواء المحيطه من هيوميديتي واير واير وحوالين الايه؟ حوالين الميت. ظروف التخزين نفسها ممكن تبقى سبب اللي هي الاكسيديشن. ممكن ايضا انزيماتيك اوتوليسيس من داخل الميت نفسها، الانزيمز تبدا تشتغل نتيجه برضه تغير في البي اتش، الانزيمز تشتغل وتبدا تعمل اوتوليسيس ذاتي للحوم، ودي تعتبر 3 بيزك ميكانيزمز لحدوث السبويلج اوف ايه، اوف ميت او ميت سبويلج. زي ما قلنا قبل كده ان الجلايكوجين ليفل في المسلز اوف سلوتر ذا انيمال شود بي از هاي از بوسيبل. المفروض عشان نحصل لحمه جيده لازم يكون الايه، الجلايكوجين از ماي از هاي از بوسيبل، تمام؟ ليه؟ تو ديفلوب ذا ماكسيمم ليفل اوف لاكتيك اسيد، لان اللاكتيك اسيد هو 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 سر اللحوم، سر انتاج اللحوم هو اللاكتيك اسيد. اند ان ايديال بي اتش ليفل، وبالتالي ما دام اللاكتيك اسيد كان يديني ايديال ايه، ايديال بي اتش ليفل اللي هو ايه، اللي هي بتبقى 6.2 يعني 6.2 اور لوور ان ايه، ان ذا ميت. دي الايديال، ده الايه، ده الايديال. طيب لما ده ما بيحصلش، الالتيميت بي اتش هاير ذان 6.2، لما درجه البي اتش تبقى بعد 24 ساعه تفضل فوق ال 6.2 ده انديكيت ايه؟ انديكيت ذات ذا انيمال ووز ستريسد انجرد ديزيز بيريود تو ايه؟ بيريود تو سلوتر. معناها ان اللاكتيك اسيد ريتارد ذا جروث اوف ايه؟ طبعا احنا عارفين ان من حقيقه عرفناها قبل كده ان اللاكتيك اسيد بيقلل او بيقلل الجروث بتاع البكتيريا ذات كونتامينيت زي ايه؟ ذا كاركاس ديورنج سلوتر اند دريسنج. ولكن بالطريقه دي ان البي اتش فوق ال 6.2 بعد 24 ساعه يبقى البكتيريا بتحصل ايه؟ ذا بكتيريا ذيس بكتيريا اللي هو اللاكتيك اسيد بيمنعها من النمو، نتيجه البي اتش هنا عاليه لا هتنمو بقى، مفيش لاكتيك اسيد، يبقى ذيس بكتيريا كوز سبويلج اوف ذا ميت ديورنج ستورج بارتيكولاري ان وارمر انفايرمنت اند ذا ميت ديفلوب اوف سميل وباد كالر وكالر تشينجز تحدث ورانسيدتي وسلايم، وبالتالي ده كله يؤدي لايه؟ يؤدي الى ديكريزد شيلف لايف، ديكريزد ايه؟ شيلف لايف، وانكريز الويستج اوف ايه؟ اوف ميت، هدر اللحوم عندي بيبقى كتير جدا. لو الكونتامينيتنج بكتيريا دي كمان مشكله، لو الكونتامينيتنج بكتيريا دي كمان كانت من الفود بويزننج تايب، لا ده سبب مشكله اكبر، الكونسيومر بقى بيكام سيك ريزلتنج ان كوستلي تريتمنت اند لوس اوف مان باور اورز تو ذا ناشونال ايكونومكس، ويأثر على اقتصاد الايه؟ البلد كلها نتيجه اصابه الايه الناس من الفود بويزنج مايكرو اورجانيزمز. بناء على الكلام ده كله لذلك فان الميت فروم انيمالز which have suffered from stress or injuries during handling transport and slaughter is likely to have a shorter shelf life due to spoilage. due to ايه؟ due to spoilage، يعني يحصل ميت ويستج، وبالتالي
is the meat is the meat of stressed animal is healthy؟ لا طبعا مش healthy، والكلام ده يثبت ذلك، الكلام ده بيقول الكلام ده، ده بيحقق هذا الايه هذا الكلام. اخر حاله عندنا من حالات الاسترس اللي بيسببها للميت هي حالات البون تينت. يعني ايه بون تينت؟ يعني ديب سيتد سبويلج. يعني ايه برضو؟ هو سبويلج تيك بليس ان ذا ديب ماسكوليتشر اوف كاركاسز ذات ار هيفي هافينج ا لوت اوف فات اند اولسو كولد فيري سلولي. كولد فيري ايه؟ فيري سلولي. البيوتريفاكتيف بكتيريا في الحاله دي في بالظروف اللي احنا قلناها دي كلها تعمل ايه؟ اللي هي الانيروبيك سبور فورمرز بتعمل ايه؟ هي المسؤوله، هي ار ريسبونسبل فور ذيس كونديشن، لانها ديب سيتد ماشي. ويتش يوجوالي هذه البكتيريا بتيجي منين؟ يوجوالي كام فروم ذا جي اي تي اوف ذا انيمال بري سلوتر. البريدسبوزنج فاكتور لحدوث حالات البون تينت او الديب سيتد سبويلج هي البري سلوتر ستريس، الهيفي اور اوفر فات كاركاس، الهوت ويذر، الهاي بي اتش في الكاركس. ودي مشكلة كبيرة جدا. هذا التينت أو البون تينت ممكن يحدث أيضا في البيج، في يحدث في الهامز، خصوصا في الدراي كيورد هام ار اولسو انكاونترد. الحالة بتنكاونترد ايه؟ برضو سجلت ووجدت في البيج، في خصوصا في الايه؟ في الدراي كيورد ايه هامز. وكان المسبب الرئيسي هي الكوليستريديوم، والكوليستريديوم ايه؟ بيوتريفيشنز والكوليستريديوم بيوتريفيكم. هم دول الايه؟ هم دول التو مايكرو اورجانيزمز الموست انكريمينيتد، الموست انكريمينيتد. الميكانيزم في ازاي تحدث حالات البون تينت او الديبسيت سبويلج في الفاتي او الهيفي انيمال مع وجود هاي تمبريتشر مي بيرزيست فور سام تايم ان ديب سيتد ماسلز تؤدي لايه؟ الى بكتيريا الجروس ان ذيس اريا ويتش مايجريت. هذه البكتيريا مايجريت فروم جي اي تي تو ديفرنت بارتس with the help of high pH in these deep seated parts. زي على سبيل المثال مثلا السينوفيال فلويد بيبقى فيه from 7 to 8 pH compared with 6 pH for normal ايه for normal muscle. هذه الهاي بي اتش مع الهاي تمبريتشر مع البكتيريا مع الديب سيتنج مع الانيروبيك كونديشنز بتؤدي الى حدوث هذا البون تين. السيت بتاعه بيبقى فين دايما؟ دايما بيبقى في منطقه الهيب جوينت في الكاتل والبيج وفي الشولدر ايه وفي الشولدر اريا. الليجن بتبقى عبارة عن typical sewage type odor، ريحة زي الزفت، ريحة مجاري. putrefactive sulfide type odors، putrefactive sulfide type ايه؟ odors. في discoloration في surrounding ايه؟ discoloration في surrounding ايه؟ surrounding muscle. لما نيجي نعمل examination لحاجة زي كده، عايزين نعمل لها examination بنعمل inserting للايه؟ probe في suspected area and smell ايه؟ and smell it. ده عشان نعمل لها ايه؟ examination. طبعا عشان اتقي شر هذه الحالات لابد ان الايه ما وصلش هذه الكاركاس ان يبقى فيها هاي بي اتش وفي نفس الوقت ما تبقاش فيها درجه حراره عاليه. فالرابيد كولينج، الرابيد كولينج بعد السلوترنج، رابيد كولينج افتر سلوترنج كان بريفنت ذيس ايه كان بريفنت ذيس كونديشنز. كده بهذا الشكل احنا عرفنا ان الاسترس ضار جدا 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 بالميت كواليتي. وبالتالي انا ممكن احسن حاجه هي الوقايه، احسن حاجه ايه هي الوقايه، ان تكون ايه ان تكون خير من ايه من علاج المشاكل دي كلها. شكرا جزيلا وعذرا للاطاله، وان شاء الله نلتقي في محاضرات قادمه، وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.